جموع غفيرة احتشدت لتوديع البرلماني والقيادي المؤتمري الشيخ حسين خميس الذي عرفه محبوه وأصدقاؤه بصدق الكلمة وإصلاح ذات البين. الشيخ حسين خميس ودع الحياة مخلفا إرثا وسيرة لن تموت برحيله بين زملائه ورفاق دربه، ما جعلهم يصرون على الحضور للوداع الأخير. نحن اليوم هنا بتكليف من قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح وكذلك فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أمين عام المؤتمر النائب الأول وقيادة المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة مكلفين أنا وإخواني أعضاء اللجنة العامة لتمثيل المؤتمر الشعبي العام في مراسم دفن الشيخ حسين خميس أحد أكبر وأبرز مشايخ اليمن وأكبر قيادات المؤتمر الشعبي العام الذي كانت له مسيرة حافلة سواء في المؤتمر الشعبي العام أو في الجانب القبلي أو في خدمة الدولة والمجتمع. ونحن اليوم هنا نقول تعازي المؤتمر الشعبي العام قيادة وكوادر إلى جميع أبناء المنطقة وإلى الشيخ عمار حسين خميس تحديدا الذي شيخه أصحابها اليوم، ونحن ندعمه شيخا بدل والدة ونسأل الله له التوفيق في مهامه الجديدة التي أوكلت إليها قبيلته ومنطقته، ونحن على ثقة أنه سيكون محل ثقة. القيادي المؤتمري كان من ذوي المعرفة بالعرف القبلي وأحد أبرز مشايخ المحويت الذي عبر إخوانه عن بالغ أساهم وحزنهم على رحيله. نحن نعزي أنفسنا ونعزي قيادة وأعضاء وأنصار وحلفاء ومحبي المؤتمر الشعبي العام بالخسارة الكبيرة الذي صابتنا في هذا اليوم، وهو رحيل الشيخ المناضل المؤتمري الفذ الذي نحن وهو ننتمي إلى هذا الحزب الرائد. رحم الله الوالد الشيخ حسين بن حسين خميس من كبار مناضلي الثورة والجمهورية اليمنية عضو مجلس النواب، فقدناه وفقده الوطن اليمني بأكمله. الحاضرون ممن عرفوا الفقيد ودماثة أخلاقه وحسن تعامله وتصرفاته في مختلف الظروف أكدوا أن رحيله يشكل خسارة لأبناء المحافظة بشكل عام. تودع اليمن اليوم رمز من رموز المؤتمر الشعبي العام الشيخ حسين بن حسين خميس رحمة الله دقشاه، والذي بفقدانه خسرت اليمن وخسرت محافظة المحويت وقبائلها، يعني أكبر رمز من رموزها، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. نودع اليوم رمز من رموز المؤتمر الشعبي العام الشيخ حسين بن حسين خميس رحمة الله دقشاه الذي كان له سجل وطني حافل. أسرة الفقيد شكرت وامتنت لكل من حضر التشييع سائلين المولى عز وجل أن يرحم من مات ويخلفه على أهله ومحبيه بالخير. نشكركم على الحضور هذا والحضور الكبير من رجال البلاد ومن ضيوفنا الكرام من كل بلاد، من أقطار اليمن مكلفين وغير مكلفين، مشايخ وأعضاء برلمان وقيادات مؤتمر شعبي عام وقيادة شخصيات اجتماعية وقيادة أحزاب وتنظيمات سياسية، نشكرهم الشكر الجزيل على حضورهم هذا التأديب وهذا العزاء الكبير في وفاة الوالد رحمه الله، ونشكرهم على حسن الثقة وعلى وضعهم ثقتهم بي، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن بإذن الله. ترحل الأجساد وتفنى لكن الذكرى الحسنة والعطرة تظل حاضرة في أذهان محبيه ورفاقه، كما ستظل كفاحاته ونضالاته الوطنية حية في الأذهان، فالمرء يخلد بأفعاله. يحيى الهادي، اليمن اليوم، محافظة المحويت.